ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية قال حذيفة رضي الله عنه: تعلم أصحابي الخير وتعلمت أنا الشر. ليه تعلم الشر يا جماعة؟ لأنه الشاعر قال: علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعلم الخير من الشر يقع فيه. لابد تعرف، زي ما عرفت الصراط المستقيم ودرب الحق، لابد تعرف الدروب الغلط عشان ما تمشي بيها. ومن أعظم طرق الضلالة وطرق الغواية والسبل التي تؤدي بك إلى جهنم ما يسمى بالشيعة أو الرافضة. لماذا؟ لأنهم أولا قالوا إن هذا القرآن محرف، وقالوا إن القرآن الصحيح يسمى بمصحف فاطمة. قالوا عندهم قرآن ثاني قدر المصحف بتاعكم بتاع المسلمين ده 3 مرات، وقالوا والله ما فيه حرف واحد من القرآن اللي بيقروا المسلمين، حرف واحد ما فيه من الحروف من القرآن اللي بيقروا المسلمين. ده كلامهم، ده ما كلامنا احنا، وده كتابهم. دي أعظم كتب الشيعة في العالم، كيف؟ دي أعظم كتب للشيعة في الدنيا كلها، طبعت في إيران اللي هو بلد الشيعة. في المجلد الأول من كتاب أصول كافي للكليني، وهو ده ذاته الكتاب نفسه، خلاص، الصفحة 55، الجماعة ديل قالوا عندهم قرآن ثاني اسمه مصحف فاطمة، ما يهودة. قال: ثم قال يا أبا محمد، أو ده مكتوب، يا أبا محمد، أها أبو محمد قال شنو؟ قال: سكت ساعة، ده أبو محمد ده، ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام. مصحفنا يا جماعة فاطمة. وما يدري ما مصحف فاطمة، هل يهو القرآن ده؟ لا لا لا، ده واحد تاني. شوف النازل الكفار رأيته درجة. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ مصحف فاطمة دي شنو؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، يعني سمين ما تغلب قدر المصحف حقنا ده، كم؟ 3 مرات، 3 مرات تخين. والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، ما يتفق مع القرآن ده في حرف واحد. طيب، ده نمرة واحد، نازل عندهم قرآن براو، لكن ليه نحن قرآن عندهم ما قاعد نشوفه؟ ليه؟ لأنه عندهم هنا في الكتاب ده حاجة اسمها التقية. التقية دي يعني تكون كذاب ومنافق ومحتال. إذا بقيت كذاب ومنافق ومحتال قالوا أنت مؤمن تمام. ده ما في الدين، ده عند الشيعة، ده في دين الشيعة، ده ما في دين الإسلام، لأنه دين الإسلام براو والشيعة دينهم براو، أصلهم واحد ولا بيتفقوا، لأنه قال لك عندهم قرآن براو يكون واحد كيف؟ قرآن براو يكون واحد كيف؟ عرفت كلامي؟ ده واحد. نمرة اثنين، الناس ديل بيسبوا الصحابة، يصف عائشة رضي الله عنها بالزنا،
ديل الشيعة الملاعين ديل. ويسب أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاوية ابن أبي سفيان، ويسب غالب ومعظم الصحابة. شفت كيف؟ بعد ذاك النازل عندهم كلام عجيب مرة واحدة في الكتب دي. شفت كيف؟ قالوا القرآن بتاع المسلمين ده اللي بيقروا المسلمين ده هو بتاع الناس كلهم إذا آمنوا يؤمنوا به، لكن المؤمنون المسلمين الآن ده قالوا ده محرف، فيه آيات قالوا دي حرفت القرآن ذاته. في صفحة رقم 104، الصفحة رقم 102 و103 وانت ماشي لقدام. ايوه الكلام ده كلام عجيب كده. طيب قالوا الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. قالوا الآية دي ما نزلت كده أصلا، قالوا نزلت فيها زيادة، قالوا الصحابة حرفوها، حرفوا القرآن. طيب قالوا شنو؟ قال عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال أمير المؤمنين عليه السلام، وكذاب كذابين أمير المؤمنين ما قال كده لكنه بينجروا من راسه، والأئمة هن أم الكتاب قال أمير المؤمنين، والأئمة وأخر متشابهات قال فلان وفلان، فأما الذين في قلوبهم زيغ أصحابه، قالوا نزلت كده زيغ أصحابه وأهل ولايتهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. كده يعني الآية جات كده، وده كذب، لأن ربنا قال عن القرآن شنو يا جماعة؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما بيزول كلام انتهى، ما بيزول يقدر يزيد في كلام ربنا حرف واحد ولا آية واحدة أبدا. فنزل ناس مجرمين وملاحدة اللي بيعتقدوا العقائد دي إن القرآن محرف، وفي قرآن تاني للكفار. لكن المشكلة أنا برجع بكرر تاني ولا زال أكرر، إنه لو في شيعي ممكن يقول لك والله يا أخي طبعا نحن بنقرأ القرآن ده ذات ما عندنا واحد تاني، الكلام اللي بيقوله ده كذب، والكذب ده هو بيكذبه لأنه بيعتبر الكذب عبادة بتقرب بها لرب العالمين، بيسموا الكذب والنفاق بيسموه التقية، وقالوا ده من الدين حقه منك تكذب على المسلمين وتنافق، وده نفاق. التقية دي هي النفاق ذاته، التقية دي أول زول وضعها هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وديل شيوخ الشيعة، شيعة أخذوا من ده وأخذوا من عبد الله السبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي. طيب كذلك الشيعة ديل عندهم كلام عجيب مرة. ده كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 61 بيتكلموا عن الأولياء والصالحين حقينهم، هم لا أولياء لا صالحين، لكن زي ما بيعتبروهم هم مشايخهم وأئمتهم بيسموهم الأئمة، بيتكلموا عنهم كلام بيرفعوهم إلى درجة أعلى من درجة الأنبياء والرسل. في صفحة رقم 61 قال إنهم عليهم السلام شيوخ الشيعة الكبار يختلفون عن سائر الناس، عندهم ثلاثة عيون يا ربي، عندهم أربع نخرات، يختلفوا شنو يعني؟ قال يختلفون عن سائر الناس اختلافا في قدم الخلق وفي التكوين وفي الوجود، ناس فيهم بركة
عشان كده الخميني لما نزل زي ما بيحكي عنه ذلك الشيعي التايب في كتاب لله ثم للتاريخ، شيعي كان كبير وتاب وكان مع الخميني ذراعه اليمين، فقال نزلنا في قرية البت بتاع صاحب البيت صغير عمره 3 سنة ولا 4 سنة، الخميني قال ده يتمتع بها، جابوها له وبيت معاه لحد الصباح، فتاة عمرها 3 سنة طفلة أو 4 سنة يزني بها وينتهك عرضها. ليه؟ لأنه قال لك دل بيختلفوا عن سائر الناس اختلافا في قدم الخلق وفي التكوين وفي الوجود، دي الناس فيهم بركة بيعتقدوا كده من عقائدهم الباطلة، شيوخ قال لك فيهم بركة، إذا زنى بالبت ولو عمره 3 4 سنة يقول لك حلت فيها البركة، الناس مجرمين يعني. طيب قال ولهم مع الرب تعالى مرتبة لا يدانيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، عندهم مرتبة ما بيحصلها لا ملك من الملائكة ولا نبي ولا رسول، يعني حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيحصل المكانة العالية في الصلاح وفي الإيمان لشيوخ الشيعة، شيوخ الشيعة أعلى من الأنبياء وأعلى من الرسل وأعلى من نبينا محمد وأقوى منه في الإيمان، ده في عقيدة الشيعة كده، ده كلام كفر ولا ما كفر؟ كفر كفر. نفس الكلام ده قاله البرعي في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قال وقائل خط بحرا زاخرا، قال من الأولياء بتاعنا، قال خط بحرا زاخرا من العلوم والمعارف وقفت بساحل منه رسل سادة الناس، قال شيوخنا خشوا بحار من العلوم حتى الرسل اللي ربنا رسلهم من الناس وقفوا في الجيفة ما قدروا يخشوا العلوم القوية والعلوم العظيمة دي، حتى الرسل قال والشبكة واحدة في النهاية. طيب قال لا يدانيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم ده الخميني اللي بيقول الكلام ده، خميني ده كان جاء الترابي عظمه في زمنه في التلفزيون آيات الله العظمى الخميني واو مزيغة، الخميني ده كافر عنده قرآن براو زي ما قرينا الآن من كتبهم الكبيرة ما مسلم. المهم قال الخميني إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما بيحصل الحالات دي، ده بالصفحة رقم 61 من كتاب الحكومة الإسلامية ويسمى أيضا بولاية الفقيه، ألف وقال آيات الله العظمى الخميني، هو ده صورته وده كتابه. طيب من عقائد الشيعة أيضا إنه نازل في صفحة رقم 126 127 بيتهموا الشيخين أبي بكر وعمر بأنهم بيخالفوا القرآن وبيلعبوا بأحكام ربنا وبيحللوا من راسهم وبيحرموا من راسهم وظلموا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الشيخين ده أبو بكر وعمر جاهلين بالدين ذاته. الصفحة رقم كم؟ 126 127 من كتاب كشف الأسرار للخميني، هو ده الكتاب، ده الكتاب ودي الصفحة يا جماعة. طيب ماذا قال؟ قال إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين، اللي هم هنا يا جماعة أبو بكر وعمر، لا شأن لنا بالشيخين، احنا ما شغالين بيهم، قال مع انه النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، قالوا احنا ما شغالين بيهم، والما شغال بالشيخين ابو بكر وعمر ده ما شغال بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما شغال بكلام ربنا خلاص، وما عنده دين ذاته. قال اننا هنا لا شأن لنا بالشيخين
وما قاما به من مخالفات للقرآن. شفت الكلام ده كده؟ قال خالفوا القرآن من تلاعب بأحكام الإله وما حللاه وحرماه من عندهما وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وضد أولاده. وده كذب كذب. ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. صفحة رقم 126. الشيعة قليل الأدب. ما قلت أنا يا جماعة، أهو ده الكتاب، عندهم قلة أدب وساخة. مثلا في الصفحة 787 و785، تعرفين نازل عندهم حاجة اسمها إعارة الفروج، يعني زوجتك والعياذ بالله، الله يكرم السامعين، عند الشيعة الواحد زوجته ممكن يسلفها لصاحبه، يعني بدون طلاق وزواج، لسه زوجتك، لسه زوجتك يسلفها لصاحبه 7 يوم 4 ساعات 3 شهور حسب الظروف. يعني في الصفحة رقم 787 أهو ده الكتاب، وأنا كونه بجيب كتبهم، كتاب ده اسمه الكافي، ده الفروع من الكافي، الجزء رقم 5 في أبواب المتعة. المتعة دي يعني الزنا، هم بيسموه زواج المتعة، وهو زنا، زنا عديل. الكتاب ده مطبوع في إيران، بلد الزندقة وبلد التشيع، جمهورية إيران الإسلامية، طبع في قم، مدينة قم، شارع الشهداء، فرع 22، صندوق بريد 187، الهاتف 98-251-77-41-744، رغم الفاكس كذا كذا، البريد الإلكتروني كذا، يبقى ما في لعب. كتبهم دي أعظم كتب لهم. قال علي ابن إبراهيم عن الخشاب عن يزيد ابن إسحاق، ده كله كلام فاضي ساكت، لا في حاجة اسمه إسحاق ولا خشاب ولا بتاع. المهم قال إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، يعني قال له دي جارية حقتي وأنا سمحت لك تقبلها، يبقى قال في الدين بتاعنا يقبلها بس ما يمشي لها قدام. شو الوساخة دي والعفانة. قال فإن أحل له منها دون الفرج، ما تصل الفرج، لم يحل له غيره، وإن حل له الفرج حل له جميعها. بالله دي ما وساخة، بالله دي ما عفانة وقلة أدب. وبعد ده يسموه زواج مدعى. قال ما في حاجة اسمه زواج مدعى الآن، باطل، ده زنا. ليه؟ لأن ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شفت كيف؟ ونازل دين براو، قرآن براو، أما كونه يقولوا قرآن محرف ده باطل، باطل. أن ربنا قال لنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي كلام ثاني أكعب من الكلام، لكن إحنا الآن في الجامع ما نقدر نقرأ. شفتوا كيف؟ المهم في الأمر يا جماعة إنه الشيعة ما بيجيبوا لك الكلام اللي هم بيعتقدوه في قلوبهم وبيطبقوه ده، ما بيجيبوا لك طوالي، لأنه ما ممكن زول يقول لك يا جماعة أنا زول كعب، يعني الشيعة كعبين، أنا حبقوا معانا، ده يكون زول بليد بس ما بيبدأ لك بشيل كعب. وأي زول بيسمح البضاعة بتاعته والسلعة بتاعته لابد يسمحها ويجملها. شفت كيف؟ ففي الأول بيجي بيقول لك نحن أهل البيت، بيت منو؟ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم كذابين. شت أصل بلدنا دي ذاتها مبتلية، أي شيخ طريقة يقول لك نحن من أهل البيت أشراف، وفي الغالب تلقى كذاب. يا أخي يقول أنت صادق، أنت من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن زول ما بتصلي وبيسب الدين
وما عندك دين ذات، ده بينفعك بحاجة؟ ما ينفعك، لأنه حتى الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة اللي بيشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم ما بيشفع عليه زول يا جماعة. أبو هريرة قال لمن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وكمان ما يزول ذاته يقول لا إله إلا الله ساكت، لابد يكون خالص من شنو يا جماعة؟ من قلب. ده واحد. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بنته فاطمة رضي الله عنها، قال لها يا فاطمة بنت محمد. وقال بنت محمد دي ليه قال كلمة بنت محمد؟ ما معروف فاطمة بنت محمد، ليه قال كده؟ عشان يأكد لهم الكلام الجاي. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت بديك، لكن والله لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة، ما بقدر أسوي لك حاجة، لابد يكون عندك عمل صالح. فيبقى الحكاية بتاعت إنه نحن والله أشراف، ونحن جدا حبوبتنا فاطمة وجدنا النبي المسكين الليلة شيوخ الطرق، دي حكاية باطلة ساكت فارغة وكذب ذات، كلهم كذابين. واحد تلقى ما عنده أي علاقة بقبيلة قريش يقول لك والله نحن جدنا النبي طبعا حبوبتنا فاطمة، كذاب صح. ومن الكذب واحد اسمه الخزرج صوفي جاي قال طافش من وين كده ما بعرف، من برا السودان، جابوه في التلفزيون شايل له صوفة قاطعها من ضنب حصان من ضنب كديس، المهم شايل صوفة قال دي حقة الرسول. قال الجماعة استقبلوا في المطار وبيبكوا يبكوا مين فوق الطيارة من السلم، وقاعدين شالوا البتاع لحسوها ولحسوه ذات الصوفة خليه وذاته بقت براكوا بيهم. ده كلام كذب يا جماعة، الدليل شو؟ إنه الصوفة دي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دارين دليل؟ ده كذب كذب. ممكن واحد يسلل له أي صوفة من أي اتجاه يقول دي حقات الرسول صلى الله عليه وسلم، الجماعة يرموا القروش، النسوان يملصن الذهبات، يبني عمارات، كذب ساكت. صوفة قاطعة من ضنب كديس يبني بها عمارات تغش بها الناس، كذب. عرفت كلامي؟ ده واحد. كذلك جابوا الجفري، الجفري اللي هو اليمني الصوفي، جابوه قبل شهرين ثلاثة هنا في البلد في السودان، جابوا في مسجد علي المرغني بتاع خرطوم بحري ذاك بتاع الختمية، جابوه خش النت، لو ما مصدق كلامي لو ما مصدق خش النت هسه خش، جابوه لابس له عمة عمة، قال لهم العمة دي كان لابسها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة الناس الكذابين كذب، لا إله إلا الله محمد رسول، قال العمة دي كان لابسها الرسول. يعني يا ناس، الناس دي ما بتخاف الله؟ ما بتخاف الله؟ جماعة يبوسوا راسه، واحدين يبوسوا رجلينه، والنسوان ما يدوك الدرب، نسوان جهلات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ليه بتانا يا معنى نتغشك؟ أنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي حبه ما بيكون في واحد يغشك يجيب لك صوفة يقطعها من شنب يقول لك ده حق الرسول، أو جايب لك عمة يقول لك ده حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ده ما حب الرسول يا جماعة، بالكذب وبالنفاق وبالشرك. واحد يقول لك بحب الرسول يدعو غير الله، يدعو الميتين. واحد يقول لك بحب النبي يقول لك إذاعة الكوثر إذاعة تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشعب السوداني قال أكثر شعب بحب الرسول، بيعرفوه كيف؟ في متر بيشوفوا بالحب، في شنو؟ في حب ميتر يقيسوا الحب، كله كلام فاضي يا أخي، كلام كذب يا أخي. الحب ده ربنا حسمه بآية واحدة، السلف قالوا دي اسمها آية المحنة في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تحب الرسول بتحب الله صح؟ أعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأهم عمل التوحيد والعقيدة. ربنا نزل له آية التوحيد والعقيدة، لقى الجماعة بيدعوا غير الله طوال، ربنا نزل له ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. جماعة بيدعوا غير الله، ربنا نزل له وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله
أحدا. جماعة بيشيلوا أربع الخروف بيضحوا للولي الميت العامل له صورة بتاع الصنم، لأنه ما كان عندهم كاميرا، كان عندهم حجار بينحتوها صورة، لو كان عندهم كاميرا كان صوروه علقوه في الدكان وفي الركشة وفي كده. المهم بيشيلوا أربع الخروف يضحوه، ربنا نزل له فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تدعو الله براو، تصلي لله براو، تتوكل على الله، ما تلبس حجاب. ده لابسه ليه؟ يقول لك ده والله بيجيب الرزق. كذب كذب. ليه؟ أسأل الزول اللي لابس الحجاب بتاع الرزق ده، الفكي شيخ الطريقة أداك له مجان ولا باعه؟ باعه بعشرين جنيه. وفي رواية في حجاب كمان مدغلب كبير ب250، وفي واحد حجاب قالوا قدر كيس المخدة ب3 مليون، قدر كيس المخدة باعوا. إذا كان بيجيب رزق كان الفكي أكلوا أكل عديل، بقى أغنى زول في الدنيا دي. ما في ورق بيجيب رزق يا ناس، هو الرزق منو قال لك في الواطة ذاته؟ منو قال؟ ربنا قال وبالسماء رزقكم وما توعدون. الفكي ذاته، خلي الحجاب، الفكي ذاته إن شلته جلدته، جلدوه بيجيلي كرفسوه بيسروالو جلدوه ولبسته في رقبتك، ما بجيب لك رزق يا أخي. ربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ده ربنا الشفاء من المرض. ربنا قال وإذا مرضت فهو يشفي. الآن مدايح كثيرة، يقول لك بنمدح الرسول وهم بيشركوا بالله عديد. احنا ما عندنا مشكلة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا مدحه يا أخي. ربنا قال وإنك لعلى خلق عظيم. ده مدح ولا ما مدح؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، ده مدح ولا ما مدح؟ مدح. وما ينطق عن الهوى، ده مدح ولا ما مدح؟ ده أعظم مدح، مش مدح ساي، أعظم مدح، ما في أعظم منه، لأنه ربنا مدح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ممكن أجيب لي مرة عريانة في زعة الكوثر وقنا السهول، عريانة كاسية عارية زي ما قال رسول الله، ولابسة ضيق وتيس في نصها أنا بحب الرسول، ما ممكن. كذب. ما ممكن أجيب لي زول يقول أنا بمدح الرسول شايل نوبة وهو بيكفر بالله وبيقول كلام كفر أبو جهل وأبو لهب ذاتهم كفار، لكن ما حصلوا الدرجة دي من الكفر مع إنهم كفار. أحمد يا حبيبي ترم ترم، سلام عليك ترم ترم، يا مسكي وطيبي ترم ترم، يا كاشف الكروبي سلام عليك، يا غافر الذنوب. الرسول كاشف الكروب وغافر الذنوب، كلام ده صح يا جماعة؟ هل الكلام ده صح؟ ما صح. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام مكانته عالية، لكن ما الله، هو الله ما الله يغفر الذنوب؟ لا، الله قال ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله. ربنا براو يغفر الذنوب، يكشف الكروب؟ لا، الله براو يكشف الكروب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللي هي الكروب، ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكر. هبط الزول يعرف وما يغلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد عبد، فقولوا عبد الله ورسول. موضوع واضح. طيب، فالشيعة دخلوا من الأبواب دي ذاتها. الشيعة طالما قالوا أئمتهم وصلوا مراحل عالية يعلموا الغيب ويسووا. المشكلة احنا عندنا الآن طرق صوفية في البلد دي بيقولوا نفس الكلام، عشان كده الشيعة لقوا الطرق الصوفية دي أقرب باب فاتح دخلوا به للتشيع. يعني مثلا هنا قال إنه الأولياء يعلموا الغيب، ده كلام منو؟ ده كلام الشيعة، قالوا شيوخهم وأولياؤهم يعلموا الغيب، اللي هو في الصفحة رقم 59، الصفحة رقم 59.
قال باب أن الأئمة ذي شيوخ الشيعة عليهم السلام، ده في كتاب الأصول من الكافي الجزء واحد كتاب الحجة للكلين، باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. شيوخ الشيعة يعلم جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة وإلى الأنبياء وإلى الرسل. قال علي بن محمد كذاب ساكت، وده ما اسم وهمي، ومحمد بن الحسن و إلى آخره. قال إن لله تبارك وتعالى علمين، علما ذاته غلط، علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله. قالوا في جزء من العلم ربنا وراه للملائكة والأنبياء والرسل، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه. ده شيوخ الشيعة قالوا النوع الأول من العلم ربنا علمه للملائكة والأنبياء والرسل، قالوا ده كله تعلمناه. شو النوع الثاني؟ شو الجرام ده كيف؟ وعلما استأثر به، في علم الله قالوا ما أدى للملائكة ولا للأنبياء ولا للرسل كلهم ولا محمد صلى الله عليه وسلم، أهذا ماله؟ فإذا بدا لله في شيء منه أعلمنا ذلك وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا. ده قالوا ربنا داري يوري لي زول بيوري لي نحن للشيعة ويوري للأئمة، لكن ده الله ما بوريه حتى للرسل ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الملائكة. شفت كيف؟ ونفس الكلام ده البيت في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة للبرعي قال وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. واتكلم تاني هنا إنه الأنبياء شيوخ الشيعة بيعلموا الغيب، وده كفر، لأنه ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. البرعي قال نفس الكلام الشيعة ده، قال قوماك ده في كتاب رياض الجنة موجود ونور الدجنة، قال قوماك نزاور للأولي الأقطاب ليهم نشاور. الأولي تكلم عن الأولي بتاعنا الصوفية، ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهد منهم عليم بل غير. أولي الصوفية قال شنو يعلموا؟ شنو يا جماعة يعلموا؟ الغيب زي ربنا واحد، منهم عليم بل غيب. البرعي قال باطن وظاهر ذاته، دي نفس عقيدة الشيعة، عشان كده الشيعة دخلوا عن طريق الصوفية. فتتعلم انه الشيعة بيكذبوا، ما بيجي بيقول لك الكلام الشيعي ده طوالي كلام، ده عشان تعرفوا لابد تشتري الكتب حقتهم دي، والحمد لله بقت ما في بلدنا لانه بتضلل الناس. نحن بنجيبها عشان نبين منهج الشيعة اللي بيدسوا، لانه ده ما بيقول لك طوالي. في البداية بيقول لك نحن اهل البيت ونحب اهل البيت، ويمشوا لك طوال لقدام يقول لك باقي الصحابه ديل كفار، وابو بكر الصديق كافر وعمر كافر وعثمان كافر، والصحابه ديل ناس كعبير لانه ظلموا اهل البيت، وكله كلام نفاق وكذب. كرهوا في الصحابه يقول لك يا اخي الاحاديث ما رواه الصحابه، رواه من انت قايل صحابه كذابين معناته الاحاديث ما لها كذب، تكون كده اسقطت الدين. طيب القران ده ذاته، ما هم نقلوا لحديثنا نفسهم نقلوا القرآن، القرآن ده محرف إلى الجنون لك شوية شوية خطوة خطوة، لأنه ده خطوة الشيطان. ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان بيجي خطوة خطوة، كذلك الشيعة والصوفية وكل أهل الضلال. ولازم الكلام ده يكون بصراحة ووضوح. الدكتور لو مشيت له وما شخص لك المرض غشاك، ما بيكون سبب في العلاج، صح ولا ما صح؟ لابد يشخص المرض تمام، وعندك هنا شنو وعندك هنا شنو وعندك هنا شنو، كله يوريك الحصر بصراحه. الدين ده داير له صراحه، وما تخاف من ايزو لانه كتب موجوده نزل، قالوا كلام اكفر من اي كلام، شيعه صوفيه تجانيه سمانيه ختميه. محمد عثمان المرغني قال الجليس على العرش، قال كده عرش ربنا، قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب إجمالا وتفصيلا.
واعلم الغيب اجمالا وتفصيلا. ايوه ده كلام فرعون ذاته والكلام نفس كلام فرعون انا ربكم هل اعلم. كلام ده موجود هذا الكتاب في العربيه قاعد هسه قاعد اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق. واي زول ختمي عارف الكتاب وعارف النور البراق. فالعقيده واحده. اجتنبوا يا جماعه زول ما يتابع لذاته لا جماعه لا حزب لا طريقه تجانيه ولا سمانيه ولا شيعه ولا غيره. الزول يتابع القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام وما يفهمها براولة. نحن ما بنفهم القران فهم صحيح الا بيفهم الناس اللي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه. عملت كده وحتى الله قمت بالفرائض الخمسه طعت والدينك عرفت كلامي ربيت عيالك صح تخش الجنه. ما تابع لك زول ساد تابع الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير بارك الله فيكم اجمعين. سوره ما في داعي لذكر اسمها. واحد شيعي بيقول للجماعه تفطروا في رمضان ما تصوموا رمضان تدفعوا 15 جنيه. والله يا زول غريب خلاص ها شيعي. بعدين قال لهم ما في آية واحدة في القرآن ربنا أمر فيها بالصيام. ربنا ما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا سبحانه وتعالى مش قال فمن شهد منكم الشهر فليصوموا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بني الإسلام على خمس شهادتين والصلاة والصيام والزكاة الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذول مجرم يا أخي. صحيح الله يفتح عليك صحيح ما يعلم الغيب النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. وعائشة رضي الله عنها تقول من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب. قالت لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلم الغيب إلا الله رواه البخاري بالصحيح. نعم نسمع السؤال دوري. عليكم السلام. داير قال الله وقال الرسول خير. نقول لك قال الله وقال الرسول تسمع. قلت لنا عن يا عمر اول حاجه صلى الله عليه وسلم اول حاجه يا جماعه اول حاجه يا جماعه المسجد بيت الله. المسجد ده حق زول ولا حق الله؟ ولا بتقدر توقفني. المسجد بيت الله. اذا المسجد ده مكتوب باسمك مكتوب باسمك في الشهاده انا بقيف. لكن اذا المسجد ده حق الله انا ما بقيف. حق منو يا جماعه؟ حق الله. حق الله الجامع. ده يا عمنا داير كلام بالراحه بآية وبحديث اقعد اقعد ما الناس اللي قاعدين يناقشوا انا قاعد اجاوب لهم بكل ادب واحترام. انت الان جبت الجوطه انت جبت الجوطه يا عم عرفتها؟ اقعد اقعد اسال بجاوب ليك ما عندي مشكله. هسه قال والله يا شيخنا عمنا شوف اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال خليه يا اخي خليه يمشي. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد خلوه خلوه. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فربنا المساجد حقته ما حق زول. إذا الجامع ده مكتوب باسمه هو أو باسم أبوه مثلا ممكن يوقفني لو مكتوب لي في الورثة. لكن طالما بيطلع ما بتقدر. فهمت كلامي؟ ونحن الحمد لله جينا قلنا كلام بالدليل زي ما هو قال قولوا قال الله قال الرسول
أي كلام قلناه طوال ردينا عليه من كلام الله ومن كلام منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العهد بتاع الرجالة والفتونة ده عهدي ولا فهمت كلامي؟ ده ولا زمان. احنا بنقول الله قال، الرسول قال، لا جينا نشاكل زول، لا جينا نضارب زول، لا نحن قلنا نحن أفهم منكم ولا قلنا أعلم منكم، لكن من باب وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. أما ما بنعتدي على زول، والله يدنا دي ما مدى على زول، لكن لو زول اعتدى علينا، ربنا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. الله قال، وده برضو كلام الله. أي فهو لو أصلا عنده فهم وعلم يقعد زي الناس دي مؤدبة قاعدة يا أخي، يقعد يقول الله يا أخي أنا عندي سؤال، كلامكم ده يا مولانا غلط، يا شيخنا غلط، بنقبل. ليه غلط؟ لأنه ربنا قال في القرآن كده، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في السنة كده، يعني كلام يكون بالكتاب بالقرآن وبالسنة. بديك سؤال، بديك فرصة، أي زول بدي فرصة، الكلام يكون بالقرآن، أصبر ما عندك أي مشكلة، كلامك ده لو ما قلته في الوسط قوله فوق راسنا كان حق، بس أصبر لي. فالكلام اللي قلناه كله ردينا عليه بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبينت الكلام من شنو يا جماعة؟ من الكتب. لو زول عنده والله اعتراض على كلامي ده، أو داري ناظرني أو داري ناقشني، مرحب مرحب، تفضل. نعم. الكلمة الأخيرة ما سمعتها بس. نعم. طيب جزاك الله خير. شو بس يا أخونا يا جماعة، جلس بكل احترام واعترض على كلامنا، قبلنا ولا ما سمعنا ولا ما سمعنا؟ سمعنا والله بصدر رحب. إذا لقينا حق بنشيله، إذا لقيناه باطل بنوريك الرد من كلام الله ومن سنة رسوله. قبلان ولا ما قبلان؟ كلامي ده قبلان بيه؟ ما طيب طيب. يلا أخونا ده قال الكلام ده، أخونا قال الكلام ده غيبة. قال شنو يا جماعة؟ قال غيبة. نجاوب على الأخ ده ونديك الفرصة يا عم. طيب أخونا قال الكلام ده، أقفل الميكروفون ده نتكلم سايب. أقفل طيب، أقفله من هناك نتكلم سايب. طيب قال الكلام ده غيبة، خلاص ما يا جماعة، واحد أجاوب لكم. أول حاجة الغيبة، أقعد أجاوب على السؤال ده وأديك فرصة عشان ما تبقى لخبطة وجوطة، ونحن في بيت الله يا جماعة. أنا بسمعك للصبح، تعرف للصبح بسمعك، لكن أصبر لي، الناس ما تجوط في بيت الله يا جماعة، الكلام ده ما بيرد ربنا سبحانه وتعالى. طيب أخونا ده كويس، أخونا ده طيب كويس، أخونا ده قال الكلام ده غيبة. يلا نشوف حكم الكلام ده في الكتاب والسنة. شوف بوب الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين، الكتاب ده معروف ولا ما معروف؟ معروف. الكتاب ده لا حق أنصار سنة ولا حق صوفية، وأنا اللي قدامك ده ما أنصار سنة ولا صوفي، لو تعرف المعلومة دي. ده كتاب متفق عليه بين المسلمين كلهم، اسمه رياض الصالحين للإمام النووي، وده الناس علماء قدام. بوب باب ما يباح من الغيبة، بعد ما جاب الباب الأول القبليه حرمة الغيبة، الغيبة حرام. ربنا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالإمام النووي قام بوب الباب الثاني بعديه، قال باب ما يباح من الغيبة. شوف يا جماعة، زول لما يكون سؤال محترم ومؤدب زي أخونا ده، نحن بنجاوب له والله جواب محترم ومؤدب، عشان ما تكون جوطة وهلال المريخ، ده مسجد ما يستاد كورة. أخونا ده جزاه الله خير قعد وسأل سؤاله، والله لو نبزنا، مع إنه ما شبه النبز، لكن لو نبزنا نحن بنقبل ونسمع. أما زول يجوط في بيت الله ودار يعمل فتنة في بيت الله، ده والله الله بيسأله، الله بيسأله. طيب فنرجع للكلام، الإمام النووي قال باب ما يباح من الغيبة. قال اعلم رحمك الله أن الغيبة مش حرام هي، قال تجوز في ست حالات، في ست حالات. ذكر الحالة الأولى أو حالة من الحالات، التظلم للقاضي. هو مش الغيبة إنك تذكر أخاك بما يكره، مش كده هو وحرام ومن الكبائر؟ نعم،
طيب في زول شال قطعة الواطة حقتك، شال منها 10 5 2 فدان، إن شاء الله شبر، أنت طوالي بترفعه للقاضي وتعمل لك 16 محامي و16 كرافتة، يمشوا الجماعة وإن موكلي وما موكلي وجوطة في طين ساكت، خلاص؟ أهل قاضي بيقول لك أحكي القصة، أنت الشاكي طبعا بيسموه الشاكي، أحكي القصة، بتقول والله في واحد كده خلينا من ذكر اسمه يا قاضي شال أرضي، ولا بتقول محمد ود أحمد شال أرضي؟ سؤال داير جواب، يتحدد مشكلة عمنا، جزاك الله خير. بتقول فلان ده باسمه واسم أبوه وبتجيب اسمه كده للجد العاشر لأنه ده حق، ده حق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أحرص على ما ينفعك من الآخرة ومن الدنيا، من أمور الآخرة وأمور الدنيا، بتجيب اسمه، دي غيبة بالمناسبة، لكن النووي قال دي حالة من الحالات الستة الرب نجوز فيها الغيبة. ما هي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وانت هتقول للقاضي أخوي فلان ده سرق أرضي، سرق أرضي دي بكرهها، لأنه هو معناته سراق ولص بكرهها، دي غيبة في التعريف غيبة، لكنها تجوز. ليه؟ لأنه دي حالة بتاع التظلم في قطعة بتاع الطين مثلا. فكيف بالدين يا جماعة؟ زول بوظ الدين وقال أنا بعلم الغيب، مش قال هو، قال شيوخهم بيعلموا الغيب باطن وظاهر. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ربنا قال ما في زول بيعلم الغيب، صح ولا ما صح؟ ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله قال كده، جزاك الله خير. البرعي قال قوماك نزاور، أديك الكتاب، كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قال لا ده ما تميت يا أخي، اصبر بديك فرصة والله، قال قوماك نزاور خلاص، للأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. البرعي قال غير الله بيخلق، أنا متأكد أنت زول وشك إن شاء الله وش خير، بتعتقد غير الله بيخلق؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا حلنقي، جيب لي كتاب ليك سلام مني من العربية، الكتاب بتاع ليك سلام مني، لا ده كتاب البرعي، قال له سلم، قال إنه في واحد قال صوفي خلق له إنسان من قامة بتاع الشجرة، من عود بتاع شجرة، شفت الكلام ده كيف؟ وقال في واحد شيخ صوفي عنده 6 بنات، مشى شكى لشيخ أحمد الطيب البشير، قال لي أنا داير ولد ذكر، سامعين الكلام ده يا جماعة؟ خليكم معي، قال لي داير ولد ذكر لأنه عندي 6 بنات، قال الشيخ قال لي أكبر واحدة منهم جيبها بعد صلاة الصبح يوم الجمعة، الكتاب هسه جايبه، لو غيرت حرف قولوا لي كذاب، كتاب البرعي مطبوع في البلد دي، شفت كيف؟ في أكبر المطابع، وبيحكوا القصص والمدايح دي في قناة الساهور وإذاعة الكوثر، يبقى ما نحن قلنا ولا نحن طبعاً، قام قال البرعي قال الشيخ قام مسح في ظهر البيت وقال لها، قال قرأ الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب. تعرف أكثر حاجة مكيفني فيك شنو؟ لأنا قعدت وسألت وسمعت ونحن بنتكلم وأنت بتسمع، ما جوطة زي ديك وفات، داك هرج ومرج يا أخي، ده ما دين خلاص. فجزاك الله خير، كمان شيل الصبر حبة، أنا في النهاية لا دار انتقم منك، عرفت كلامي؟ ولا عندي مشكلة مع قبيلتك، أفهم أفهم يا أخي، ولا شاحدك قروش، أنا دار أقول لك الحق، والحق مرات بيكون حار. عشان كده أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، اللي هو منو يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الصحابة كانوا كيف، كان بيقبلوا الحق حتى لو حار، قال أن أقول الحق ولو كان مرا، حق ده مرات بيكون حامض، تقبل وتبلع طوالي تبلع، ليه؟ لأنه أنت تكون داير الجنة، ما تتضايق، قول جيبه أشوف أتبين، صح ولا ما صح؟ ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ربنا قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اتبين، ما تستعجل تقول لا ما قال، لا قول جيبونا شوف عين
قول والله يا اخي الكتاب ده طبعته ايتو نوريك مطبوع في ايتو مطبع. قول الكتاب ده مزور نوريك ما مزور. قول ده مال برعي نوريك انه ده صوره البرعي في الغلاف وجوا جوا. قول بنقبل كلامك والله نقبله. عرفت كلامي؟ دقيقه بس ما انا لسه جايك انا ما جايك دقيقه. فقال البرعي قال مسح الشيخ يده على البيت وقرا قال قول الله تعالى. الايه ما عندها علاقه بالكلام ده لكن لعب القران. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. البرعي قال فقلبت الفتاه ذكر من حينها بدل انتهى بقى شنو؟ ذكر. وقد عاش ذلك الولد نحو من 55 عاما وتزوج. يا تولي زوج هل كان انتهى قبل شويه ده؟ وخلف بعده ولدا يدعى بورق. البرعي قال وهذه الكرامه لولا وقوفي انا ده البرعي على صحتها بنفسي لو ما شفتها بنفسي قال لما سطرتها. وانت قبيل قلت ما بزول بيخلق ما بزول بيقلب الولد بيت البيت ولد وده كفر اهل كفر ده قالوا البرعي وكذب. شوف شاف شنو ما شاف اي حاجه لانه ربنا قال فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله خلق بيت لازم تكون بيت ولد لازم يكون ولد فار يكون فار ضب ما ممكن يكون فار لابد يكون ضب لا تبديل لخلق الله. البرعي قال لا 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 بعارض كلام الله بعارض القرآن معلش الكلام ده حار لكن حقيقة. وفي أي حتة قاعد نقول نطمنك نبشرك تب لأن الكتب قاعدة. برعي ذاته قام جالس من قبره ولا هو ده كتابه وقالوا في التلفزيون البرعي قال الكتب دي حقتي وقال رياض الجنة ونور الدجنة الكتاب اللي اسمه كده قال نور إلهي دجنتي نسلك جميعا طريق السنة. شفت البرعي ده بقول كيف؟ فده كلام قال نسلك جميعا طريق السنة. فقام نظم البيت ده قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.